السلام عليكم، معكم الممثلة جميلة مصلوحي. أنا جد سعيدة بتواجدي في مهرجان الهيئة العربية، هذا المهرجان اللي شفنا فيه تواصل وعرفنا فيه التواصل مع تلم المبدعين والمثقفين المغاربة والعرب من كل أقطار العربية. بالنسبة للجديد ديالي، هناك أعمال تنتمنى طرق للجمهور الكريم. كاين عمل الاسم ديالو رحاليات للدكتور احمد بوعروة والمخرجة جميلة بورجي. هذا المسلسل بواحد تيمة اخرى مغايرة للمسلسلات اللي شخصت والمسلسلات السابقة، وتنتمنى ما نحرقش المراحل، تنتمنى ينال إعجاب الجمهور المغربي والجمهور العربي إن شاء الله. وهناك كذلك مسلسل كاين ظروف للمخرج إدريس الروخ، حتى هو غادي يكون في رمضان إن شاء الله، ونتمنى ينال النجاح والتوفيق إن شاء الله بإذن الله. وكاين مسرحيه سميتها حبل مزاح اللي غادي تكون في رمضان ان شاء الله، غادي يشوفها الجمهور المغربي الكريم، للاستاذ الفنان سعد الله عبد المجيد، وفيها كذلك مجموعه من الفنانين المحترفين، مصطفى هنيني، جميله مصلوحي، سميره يشيكا، حميد مرشيد، سامي سعد الله، سعيد مزوار، عبد الحق الزهري، والتقني الجميل ايوب بن هباش، وكذلك هناك شاب ياسين. ونتمنى إن شاء الله هذه المسرحية حتى هي تنال إعجاب الجمهور الكريم بإذن الله. وشكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي.